ده كله. طب ما احنا لنا برنامج هنمشي عليه، احنا بنقول شهرين اللي بعد العمليه، بعد شهرين نخليك تعمل كل حاجه. طب ما احنا عندنا لعيبه بيلعبوا رياضات بدنيه قويه جدا، وسباحه وكره قدم واثقال وبتاع، عاملين لهم عمليات وعملياتهم ناجحه تماما واخد بال حضرتك، بس بياخد فترات بقى من العلاج والتاهيل بعد العمليه. ده مهم جدا. فترات تاهيل يعني والعلاج. انت لما تشوف الغضروف، الناس مش فاهمه الغضروف ده حاجه، اشوف الغضروف في النص كده حاجه طريه جدا عامله زي الجيلي، انت لو حملت عليها زياده، انت تخيل كوره انت جبتها كده وفعصتها تقل من فوق لتحت، يبدا يخرج اهو الغضروف لحد ما يعمل يفرقع الجراب الخارجي اللي هو بتاع الايه المحيط بالغضروف، ينفجر الجراب، خرج الغضروف بره، لمس العصب، يعمل الالم. طب في مرحله زي ما كنا بنتكلم البدري بقى ده، بس احنا ما بنشوفوش كتير يعني، ده بيبقى في اول شهرين ثلاث اشهر ان هم دخلين له دي ابره اللي هي زي بتاع الليزر دي، بتدخل جوه بتعمل حاجه بنسميها تفتيت وشفط الغضروف. تفتيت وشفط الغضروف ده عمليه جميله جدا جدا سهلة جدا بس بدري، لها شروط، لو ما وفرتهاش مش هتنجح، ما تنفعش، ما ينفعش في غضروف متكلس وصلب، ما ينفعش في فقرات حصل فيها تاكل، ما ينفعش يعني، الناس فاهمه ان دي تنفع هنا، مش هتنفع واخد بال حضرتك. ولو عملتها احنا مش هنفصل العمليه على كل العيانين، لا كل عيان يعني له عمليته اللي هو مرسومه له اللي هي تنفع اللي تنفع تحقق له نتائج كويسه جدا. لكن بيحصل بعض الخدع بقى، يقول لك انا رحت لفلان عملها لي كده وطلعت بعد العمليه بدون الم، هو هيتحسن شويه، هيتحسن جدا شويه، شهرين ثلاثه ست شهور. اصل جوه العمليه بيحصل ايه؟ عارف الساحر بقى اللي بيطلع القرد من جيب الجاكيت بيعمل ايه؟ وهو جوه يحقن ماركين ثقيل اللي هو مخدر زي اللي بيتاخد في البنج النصف كده، وده لما بيتحط حوالين الام الجافيه وبتاع بيسكن الالم من ثلاث لست شهور، وعليه جرعه عاليه جدا مكثفه من الكورتيزون الثقيل اللي هو ما بيمتصش بسهوله، اللي هو بيقلل التهاب، يقلل التهاب. فانا قلت لك التهاب واديتك مسكن ومخدر، عايز بس لمده قد ايه؟ هي دي بقى من ثلاث لست شهور، ويرجع بقى ايه؟ وكانك يعني مزيد وحدوه بقى من اول وجديد بقى تاني. وترجع القصه مش كده وبس، ده انت اضفت اليها التهابات جامده جدا في المنطقه، تليفات حوالين العصب جامده جدا، وساعات بيحصل ضمور للعصب، ونيجي جوه بقى العمليه لو ربنا كرمه وبنعمل له عمليه تلاقي الدنيا ملزقه جدا جدا جدا، بقى قلبت من عمليه سهله لعمليه عملية صعبة معقده جدا وصعبه، ودي تخلي النتيجه برضو بعض العمليه ما تبقاش مرضيه له وليه. طب بيخرج بعد العمليه يقول لك بس رجليا لسه بتنمل، ما انت مش واخد بالك ان كانت العصب ده اتخنق خلاص، احنا فكيناه من الخنقه، بس هياخد له وقت من 3 ل 6 شهور عشان يرجع. طيب في ناس بيحتاجوا اكتر من كده، طبعا على حسب تعدد الغضاريف وتعدد الفقرات، يعني انا لو شغال فقرتين غير 3 غير 4 غير 5 غير 6، امبارح انا عامل عمليه لواحد حقيقه 6 فقرات ومثبت له ومركب له 12 دعامه بعد عمليه كانت معموله له فقرتين وسببت ان مسماره وهو بيركب اتكسر جوه العمليه، وطلع المريض بيصوت وفي منتهى منتهى السوء اللي في الدنيا. بنشتغل احنا بقى علشان نصلح الموضوع، بقى صعب جدا لانك بتجد ان في كميه رهيبه جدا من الالتصاقات، وتعالى بقى شيل مسمار مكسور من فقره، موضوع صعب واخد بال حضرتك، لانك انت بتلعب مع فوقيك عصب وتحتيك عصب، وممكن بعد كده تلاقي الموضوع بقى صعب جدا. التثبيت الناس فاكره ان هو لسه شرايح ومسامير وكلام من، شايف ده؟ دي اسمها دعام، دي متحركه لها راس كده بتتحرك زي المفصل، وممكن نركبها في فقرتين في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة لحد سبع ثمان فقرات عادي جدا، وده بيسمى القضيب الواصل ما بينهم اللي هي الدعامة دي، تمسك هنا خلاص أنا عملت وركبت وثبت ورجعت العمود الفقري. الفقرات بقى اللي كانت سايبة وفقرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أنا أقدر أعمل له الحلول دي كلها ويتحرك كويس جدا بعد العملية. الدعامات الحديثة دي كلها من مواد لا تتفاعل مع الجسم، يقدر يعاود شغله من شهر لشهرين بعد العملية، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، يقدر يوطي، يقدر يصلي، يقدر يقعد على كرسي، يقعد على الأرض. في ناس حياتها بتقف لأنه ما عادش قادر يوطي، مش قادر يقعد، على حتى لو ركب عربية بيتعذب وراكب العربية، مش قادر يمشي، مش قادر يخرج خطوتين يروح. لا هو يعني راجل عامل شغال كاشير بايع، راجل بيشتغل ست بيت بقى، ست العذاب بيت كله بقى، طبعا ده بيبقى عليها واقفه في المطبخ اربع خمس ساعات في اليوم كده، في ناس ما بيعرفوش يكملوا 10 دقايق واقفه. مدرس يعني، انا دايما بسال طب نقدر نقف قد ايه؟ لان دي اكتر حاجه بتزعجهم جدا، تقف قد ايه حضرتك في المطبخ؟
يعني الاحصائيه اللي انا بقولها كده اكتر من 70 80% منهم ما بيقدرش يكمل اكتر من ربع ساعه. لازم كل شويه يقعد يا يفرد ظهره يا يريح علشان يوصل لمرحله ان الالم ده يقل شويه ويرجع دوره الالم تعاد تاني مجرد ما اقف تاني. هسمعك ابو العريف. ابو العريف ده نموذج للفتي الموجود للاسف. انا هسمعكم ابو العريف على فكره اقل خطوره من الفتيين التانيين. تعالوا نسمع مع بعض ليه الفقرات العنقيه ايه اختلافها عن الفقرات القطنيه؟ التركيب طبعا اختلاف كبير جدا. يعني الفقرات العنقيه هي اولا هم عددهم 7. الرقبه ضعيفه جدا بالنسبه مقارنه بالظهر. يعني احنا في البني ادم اللي قدامنا العادي بنشوف ان الرقبه هي قطرها كده، الظهر هو قطره كده. اللي بيحمي الظهر هو مجموعه عضلات قويه جدا. العضلات دي بتبقى اماميه وخلفيه وفي الجوانب بتبقى عامله زي وتد الخيمه كده ماسكاه كويس جدا ومأمناه تماما. حوالينه اربطه قويه جدا اماميه وجوه القناه العصبيه في رباط امامي وخلفي عشان يمسك. ما بين الفقرات نفسها في اربطه جامده جدا عامله زي الحزام، عارف زي الحزام بتاع البنطلون كده. الحزام ده استق قوي جدا وماسك جامد، بيسمح بالحركه والمرونه والليونه وفي نفس الوقت ما يسمحش ان الفقره تسيب مكانها. هو تشريح يعني العمود الفقري ده اعجاز. لا جميل جميل إعجاز. سبحان الخالق العظيم يعني في حد ذاته. يعني انا ربنا خلق لك حاجه تشيل وتتحرك وتعمل كل حاجه وما تلاقيش في جوه حاجه يعني لما ممسوكه لا بمسمار ولا بتاع، كلها عاشق ومعشوق في بعضه. العمود الفقري خطير جدا. فقرات مرصوصة وفي النص بقى ما بقاش عظم بس، ده في النص القرص اللي في النص ده اللي بنسميه قرص الغضروف. الرقبة فيها 6 غضاريف، الفقرة الأولى والتانية ما فيهاش غضروف. الراجل اللي احنا شفناه من شوية ورقبته بتتشد ده واخد بال حضرتك الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت ده عمل كسر في الرقبة علشان الفقرة الأولى والتانية ما فيش بينهم غضاريف، فبتكسر البروسيس اللي هو الاودونتويد اللي هو الزايده اللي بتاعت الفقره الثانيه وتقوم راشقه في الحبل الشوكي مع وراه. شايف هنا الحركه بتاعت العمود الفقري، اجيب يمين شمال قدام ورا، كل ده انا ما عنديش مشكله. العمود الفقري مش مجرد عظم، وده الناس برضو عشان كده بدات تتجه الايام دي او الفكر النهارده بقى احسن، فبيشوف ان جراحه العمود الفقري هي تخصص جراحه مخ وعصب وعمود فقري مش مجرد جراحه عظام عاديه. وكثير من الزملاء الاساتذه المحترمين جدا اساتذه العظام يقول لك لا، يعني لما تروح الحل كده روح لدكتور مخ وعصب وعمود فقري هو هيساعدك في الحل اكتر ما احنا نقدر نفيد. العمود فعلهم في شغلهم في العظام يعني لا 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 عندهم بقى العظام كلها دي ودي شغلهم قوي جدا والفيمر والمفاصل وبتاع والمفاصل حاجات مؤثره كبيره جدا يعني. هو ساب الحته دي بقى علشان يبقى اللي دارس تخصص جراحه العمود الفقري هيمشي فيها كويس. الحبل الشوكي ده الكابل الرئيسي المغذي وناقل للحركه والاحساس والاشارات العصبيه اللي نازله من المخ الى الاعصاب الطرفيه اللي هي تبدا من اول الذراعين لحد اسفل الجسم من تحت. الرقبة مع الحركة الكتيرة بتاعتها مشاكلها هتبقى كتيرة طبعا، كل ما بتتحرك أكتر فرص الإصابة بتاعتك بتبقى أعلى. يعني لو واحد قعد في البيت هيعمل حادثة أكتر ولا لو واحد بينزل الشارع كل يوم 10 مرات طالع نازل؟ أكيد اللي طالع وبيتحرك أكتر إصاباته وفرصته في الإصابة بتبقى أعلى. الرقبة كمان استخدامها اليومين دول بالذات مع المذاكرة والطلبة والتابلت والموبايل والنت والقعدة كده بقت صعبة جدا. وخاصة ان هذا المجهود بقى مجهود مبكر. يعني في زمان ما كانش اللود على الرقبة بهذا الشكل، احنا لما كنا بنذاكر نقعد على المكتب وتقعد ماسك ورقة وقلم وبتكتب. النهاردة بقى استخدام النوتس والموبايلات والبتاع بقى بتخليك دايما في وضع انك تاني رقبتك كتير قاعد غلط في اي وقت بقى راكب مواصلات ماسك الموبايل بتذاكر بيه، في ناس بتنام تحت يعني على المخدة بيه وتحت البطانية متغطية ماسكة الموبايل. والسن صغر جدا في الاطفال، يعني اطفال 2 و5 سنين و7 سنين 12 سنة و15 سنة ماسكين موبايلات وتابلتس، فبالتالي الحركه على الرقبه بقت زياده. الحركه زياده عملت حاجتين، عملت نمرة 1 احتكاك زائد في الفقرات فهذا يؤدي الى خشونه، والخشونه هي الاب الشرعي للانزلاق الغضروفي. مجرد ما تبدا الخشونه الغضاريف جايه وراها على طول. الاحتكاك هنا هو ان الغضروف اللي في النص بدا يتاكل او يخرج من مكانه يضغط على العصب ويضغط على الحبل الشوكي. يعمل كمان ارتخاء في الاربطه والعضلات وضعف العضلات. العضلات الخلفيه انت لما طول ما انت قاعد وتاني كده العضله مشدوده، الدم اللي بيغذي العضله بيقل، بعد فتره العضله دي بتضعف ويحصل فيها نوع من التليفات
فيها. فالعضله خلاص راحت منك العضله ضعيفه. عشان كده جزء كبير جدا من علاجنا ان احنا لازم نقوي منطقه الرقبه والاكتاف، وجزء مهم جدا في علاجاتنا العلاج الطبيعي جزء منه الحركه. شوف الرقبه حرك فوق وتحت قدام شمال يمين، حبل الشوكي اهو باعت اشارات عصبيه وكهرباء محترمه نازله للجسم كله، تتوزع توزيعا عادلا بقى ما بين الاطراف ايدين ورجلين. التوزيع العادل ده بقى ممكن لا قدر الله يقف في حته ما يبقاش عادل بقى خلاص. انا لو الرقبه والفقرات العنقيه حصل فيها غضروف او ضغط او كسر او حاجه يبقى خلاص هيمنع الاشاره عن كل ما هو تحته، يعني لان الاشاره نازله من فوق لتحت. نخلي بالنا اشاره طالعه من المخ ونازله من الحبل الشوكي كده 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 لحد اخر حاجه في المنطقه العجزيه العصوصيه اللي بتغذي منطقه الاطراف. كل منطقه في جسمنا لها اسم. تحت دي اسمها المنطقه القطنيه، القطنيه والعجزيه. اللي فوقها دي اسمها المنطقه الصدريه، اللي فوقها شويه اسمها المنطقه العنقيه. المنطقه العنقيه دي مش مسنوده ولا محميه الا بشويه عضلات ضعيفه جدا، بينما المنطقه الصدريه اللي تحتها في قفص الصدر والضلوع محوطاها كده عامله زي القفص الحديدي حوالينا، هي اللي ماسكاهم قويه. عشان كده اقل الاصابات واقل الغضاريف بتبقى في المنطقه الصدريه، يعني اكترهم بيبقى في المنطقه القطنيه علشان دي بتشيل احمال كتيره جدا، والمنطقه العنقيه عشان بتحرك كتير جدا. والاصابات والحوادث والكلام ده كله الايام دي، وطبعا في حمله توعيه جامده جدا لاصابات الطرق وحوادث الطرق والتنبيهات الخطيره جدا عليها، لان اكتر الاصابات بتحصل في الرقبه في العمود الفقري في الرقبه او في المنطقه ما بين الصدريه والقطنيه. الرده بتاعت الجسم الخبطه دي. اطلع قدام بالقصور الزاوي على فكره والرجعه لورا بالحزام، يعني ما هي الحزام بطلع وبرجع كده. الحركه دي سريعه جدا وقويه جدا بالظبط. بيسموها الويبلاش. الويبلاش دي بقى ممكن تكسر العظم، ممكن تقطع الاربطه، ممكن تعور الحبل الشوكي او تعمل اصابه فيه. فندخل في متاهات جامده جدا. اقل الاضرار اللي بتحصل هو وجود غضروف في الرقبه. وجود الغضروف ده يبدا يحصل يعمل لنا اعراض. اعراض الغضروف دي مختلفه جدا، وفي ناس يعني الحقيقه غضروف العنق ده من الحاجات الخادعه جدا، يعني في ناس بتبقى اعراضها واضحه وصريحه، وجع في رقبتي، رقبتي اتشنكلت، مش عارف اتحرك، بقوم من النوم الصبح مصدع جامد جدا، مش قادر احرك رقبتي، مش شايف قدامي، انا رقبتي خلاص. هو شخص رقبته. في ناس بعد شويه الرقبه دي خلاص الالم بتاعها هيفك، ده انا بحركها زي الزمبلك اهو، بس الوجع نزل فين؟ في كتفي وفي دراعي. ليه؟ اصل في غضروف. الغضروف بص زي ما هنا شوف الفقرات عامله ازاي، الفقره الثانيه الثالثه الرابعه ما بين الرابعه والخامسه في غضروف كبير جدا وراجع لورا خالص، ضغط على الحبل الشوكي، وده ياثر على المنطقه بتاعت الكتفين الرابعه والخامسه والخامسه والسادسه، تمسك المنطقه بتاعت الدراع تبدا من الكتف وتنزل في الايد. الناس مش فاهمه ان الايد دي فيها مجموعه اعصاب متعدده، فكل عصب بيغذي منطقه. يعني في واحد يقول لك انا صبعي الصغير ونص نص الصبع اللي جنبه ده بينمل وبيخدل، وبقوم الصبح كده ولو نمت عليه بقوم خدلان جدا مش عارف احركه، ولو انا ماسك سماعه التليفون ما اقدرش اكمل بيها، بعد شويه بصدع جامد جدا وفي تنميل في مؤخره راسي. في شكوى في الرقبه الناس تشتكيها وساعات ما بيبقاش عارفين هي ايه. يقول لك اصل انا الاتزان بتاعي بمشي بخبط وبروح لدكتور وعمل لي مقياس سمع واتزان وقاعد باخد علاجات ادويه الاتزان والسمع بقاله شهور وما بتحسنش. في ناس تتكلم على صداع مزمن، انا بيجي لي صداع بقاله سنين ومش عارف له سبب، واخد بالك؟ وكلمه الرقبه منسيه خالص، او حتى لو شافها بيشوفها باشعه عاديه يقول له بس ده شويه خشونه بسيطه جدا والموضوع بسيط. لا مش كده. في ناس بقى بتبقى شكوتهم يعني عارف، وخاصه يقول لك كتمه نفس، ده انا مش حاسس ان فيه هواء، يعني الخنقه اللي على العصب دي بتولد احساس بالضيق جدا، وبتاثر ساعات على الحركه بتاعت الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز بياخد الفقره من الرابعه والخامسه الفرينك نيرف وبينزل تحت، فده لما بيتاثر انا بعرفش اخد هوا نفسي، الدنيا مقفوله. هو البريد مش بيبقى عارف التفسير بس هو حاسس كده، بتخنق بسرعه، بتعصب بسرعه، ده زي الميسينيا، ده انا زهقان زي الميسينيا بتاع عضلات التنفس زيها لما بيحصل ضعف العضله. تمام. يقول لك انا زهقان، انا مش عارف انا بتخانق ليه، ما عدتش طايق نفسي ولا طايق اللي في البيت، ده انا عايز اسيب لهم البيت وهج. والله العظيم الكلام ده الحقيقي فورد فرنش بيتقال طبعا. واخد بالك؟ تيجي بقى المشكله هنا ان الرقبه مشاكلها مش على قد الرقبه بس، هنا بقى اربع غضاريف خمس غضاريف. طيب الغضاريف ديت لما بتضغط على الحبل الشوكي وخلاص وصلت لمرحله ان العلاج مش نافع معاها، اتفقنا 80% الى 90% هيخفوا بالعلاج، متفقين على كده؟
طيب في عندك 10-15% يحتاجوا تدخل. الرقبه بقى التدخل فيها بقى حديث جدا، يا اما جراحه بالمناظير بندخل فتحه صغيره سنتي او بتاع وندخل نشيل الغضاريف دي ونركب غضاريف بديله. الغضاريف البديله انواع واشكال، كنا في وقت من الاوقات بنركب شرايح، بنركب شرايح ومسامير، بنركب شريحه ذكيه ومش عارف ايه. الموضوع اتطور الى ما هو احدث من ده، بنسميها الغضاريف البديله زي الغضروف الصناعي او الغضروف الاكريليك ولا حاجه. بندخل بتبقى العمليه كده ببساطه جدا، دي كانت تعمل العمليات السابقه قبل كده. وممكن نعملها دلوقتي في حاله واحده بس، لو انا عندي ده اسمه غضروف بديل، ده نوع بنسميه الغضروف الاكريليك، ده حاجه كويسه جدا وبيشيل او بنسميه سبيسر اللي هو بيدي مسافه ما بين الفقرات وبعضها علشان يعوض المسافه اللي هي كانت بتاع الغضروف اللي تاكل. انا حطيت السبيسر وبثبت فوقيه بالشريحه والمسامير، دي في حاله لما بيكون الحاله متقدمه او في عدم ثبات في الفقرات، وده بيبان معانا في الاشعاعات العاديه او الاشعاعات الديناميكيه اللي بنعملها. دي عمليه بسيطه جدا وسهله وبتتم، بتاخد ساعه زمن، خلصنا من مشكله الغضروف اللي هو مسبب الم رهيب جدا لدرجه ان في ناس تيجي تشتكي لك تقول لك ايه، انا عايز اقطع دراعي خلاص والله بجد ما بينامش. طيب ولو كح يحس بكهرباء في جسمه، ألم رهيب. ساعات بقى يجي يقول لك اصل ده ما بقتش ايديا، ده نزل كمان على رجليا، ما اصل انا عندي لونج تراكت نازل لحد تحت. ياثر الغضروف على الرقبه، ياثر على الكتفين، ياثر على الاخراج. يعني في ناس بتبقى شكوتها كلها ومش واخده بالها ان انا البول بيسبقني وعايز ادخل حمام بسرعه، ما بلحقش امسك نفسي، الحبل الشوكي مضغوط، فالاشاره العصبيه للمثانه متاثره. واخد بال حضرتك؟ في ناس بقى بيجي بقى ما هو اصعب من كده، ده جاله ضعف وخزل وايديا بدات تخس وبمسك ست البيت له شكوى معروفه ومشهوره، تقول لك المعلقه ما عادش بعرف امسكها. اول حاجه تقول لك ما اعرفش اعصر الليمونه، ما اعرفش اقطع البطاطس، ما بعرفش اقلب مش عارف بالمعلقه الكبيره دي. الصينيه باجي امسكها بتقع مني، ايديا بتترعش وبتتهز. ده ما كانش في اليمين بس، ده بقت يمين وشمال. ما تعرفش تسرح شعرك؟ ده دي بقى تانية بقى، ده انا ما بعرفش البس هدومي. يعني انت عارف شكوى دي مشهوره جدا، ما بعرفش البس هدومي، ما بعرفش اربط الطرحه، ما بعرفش اسرح شعري وانا مشطه، بستحمى بمساعده، ده في حد لازم يجي هو اللي واخد بال حضرتك. كل الاعراض دي كلها هي اعراض مشاكل في الفقرات العنقيه. والغضروف العنقي هو غضروف صغير وضعيف. طيب الغضروف تاكل الغضروف، عاده غضروف العنق ما بيجيش غضروف واحد مع بعض، يعني واحد لوحده كده، ده بتبقى من الحالات القليله. 30% من الحالات بتاعت الغضاريف العنقيه بيبقى غضروف سنجل ليفل، غضروف واحد. عندنا 60% مالتيبل ليفلز، عندنا في 10% بيبقى معاهم حاجه اسمها ضيق في القناه العصبيه العنقيه كمان. يعني القناه العصبيه بتقفل كمان. طيب العمليات هنا بنختارها على حسب ايه؟ على حسب عدد الغضاريف، تكلس الغضروف، الغضروف جديد ولا لا، لان الغضروف بعد 6 شهور من حدوثه يبدا يتكلس، الجسم يبدا يقاومه ان يرسب فيه جواه كالسيوم عشان يبقى عامل زي الزلطه زي الحجره جوه علشان ما يزيدش وما يكبرش. هو الجسم بيحاول يدافع عن نفسه، بس ساعات الدفاع ده بيبقى مضر جدا زي بعض الامراض المناعيه عندنا في جسمنا او الحصوات اللي بتتكون في جسمنا، هو وسيله دفاعيه من الجسم، بس ساعات بيبقى الدفاع يأذيني انا، النشاط الزايد بتاع الجسم ساعات بيهدد صاحبه الحقيقه. فالغضروف لما بيتكلس خلاص ما عادش ينفع بقى فيه الحاجات الصغيره البسيطه، لا التدليك ولا العلاج الطبيعي ولا الكلام ده كله. ممكن استعين بقى بلبس رقبه شويه، ممكن استعين بجلسات في البدايه، لو ما جابش نتيجه يبقى على طول انا محتاج اعمل عمليه، لسبب وحيد عشان تجنب كلمه اسمها ضمور الحبل الشوكي. ضمور الحبل الشوكي هي اخطر ما في الغضروف العنقي طبعا، لان أنا لو سبته الحبل الشوكي بيتغذى بشرايين اماميه من قدام، فالشريان ده بيبقى نايم على الغضروف كده. الغضروف اول ما بيكبر وينشف ويبقى عامل زي البوزه كده يبدا يضغط على الشرايين يقفلها. الشرايين دي لما بتتقفل بتعمل ضمور وضعف في الحبل الشوكي نفسه، يبدا الخلايا العصبيه هنا اسكيميا بتموت خلاص، رأس دموي يعني. العمليه بقى هنا لما بشيل الغضروف بتبدا الدوره الدمويه تتحسن، لو ما حصلش تلف في الحبل الشوكي انا بلحقه يبقى مش هيحصل. طب لو حصل وده يجي لنا ساعات بالظبط عمره ما هيتصلح تاني. طب امال بتعمل له عمليه ليه وانت عارف انه حصل عنده ضمور؟ عشان ما يحصلش بروجريشن، عشان الموضوع هيزيد، واللي كان الضعف اللي موجود في كتفه او الضمور اللي حصل في ايديه هيحصل في بقيه جسمه. اصل الضعف والضمور له درجات، يعني هيوقف بعد كده التنفس، هيوقف بعد كده التحكم في الاخراج، هيعمل شلل رباعي ايدين ورجلين. من باريسز، ما هو في ويكنس وباريسز وباراليسز، الناس ما بتعرفش تفرق بين التلاته. ضعف
وشلل نسبي وشلل تام بالظبط. وممكن ضعف فانا بعمل العمليه عشان ما يتحولش الى شلل نسبي بالظبط. او لو هو شلل نسبي ما يتحولش لشلل تام. في ناس بتتصرف بيقول لك هو انا عنده ضمور ودايما هي بتتحرك. ايوه بس بتتحرك بس الوظيفه ضعف. بتاعتها ما عادتش بقت ضعيفه. والموضوع ما هوش ستاتيك ولا هيقف، الموضوع هيزيد مع الوقت. فبالتالي التدخل في الرقبه بالذات غير الظهر. والعمليات الحقيقه بقت عمليات بسيطه جدا ومش مكلفه صدقني يعني. والله الناس مش واخده بالها ان التكلفه بتاعتها بقت بسيطه جدا، ابسط من اي حاجه يعني. تساوي عمليه النهارده بتاعت ولاده ولا عمليه زايده، بس بتحل مشكله. والتكنولوجيا ما شاء الله التكنولوجيا بقت عاليه جدا. انا بعمل لك عمليه النهارده بتخرج بعد 12 ساعه من المستشفى، بتروح بيتك بتمارس شغلك بعد 3 4 ايام. هنا بص ده غضروفه، ده نوع جميل جدا من العمليه. خلاص بقى احنا لقينا غضروف واحد اهوت هنشيله، شلنا الغضروف وركبنا هنا غضروف بديل، الفقرات متحركه. ادي الغضروف البديل. تركيب الغضروف البديل عباره عن اجزاء كده بتركب على بعضها، وفي النص حاجه زي البليه كده. هي طبعا مش بالشكل ده قوي، بس يعني ايه ده رسم مبسط لها يعني. خلاص بس دي بتضمن انك انت بتحافظ على حركه رقبتك. هو هدف كله في بتاع التقدم التكنولوجي المحافظه على الرقبه. ان انا بحاول بالظبط كده سيميوليت الحركه، يحاول ان هو يحاكي الطبيعي. سيميوليت. هو سبحان الله مفيش حاجه زي اللي خلقها ربنا ابدا، واستحال انها تكون زي اللي خلقها ربنا. ولكن هي بتؤدي وظيفه تخليك ما تبقاش عاجز، تخلي وظيفه ان ما تخليش المرض يتطور معاك الى ان تصل لمرحله انك انت مش قادر تؤدي حياتك بشكل طبيعي ومحتاج مساعده. في ناس بيوصل لمرحله مش قادر يمسك الدركسيون بتاع العربيه ولا عادي يسوق لنفسه ولا يحرك الفتيس او يدوس على الدبرياج او مش عارف ايه، رجله بدات تقف. اللي حتى اللي معاه عربيه اوتوماتيك بقى حركه رد الفعل بتاع الفرمله بتاعته ما عادش. ومن هنا بتيجي حوادث كتيره جدا. يقول لك انا باجي ادوس فرملتي رجليا بتعمل كده بترعش كده. يا باشا ما انت الرقبه بايظه، الرقبه تعبانه، الحبل الشوكي مخنوق، الرعشه اللي في الرجل دي. ودي بتلاحظها يعني، تلاقيه واقف كده قدامك رجله بتعمل كده، رجله على الارض بس بترعش، في رعشه عارف زي هزاز كده فايبريشن تك 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 تك، لدرجه انه ممكن يقع. الرجل ممكن تخونك، ممكن تخونك وممكن تقع مع نزول السلم اكتر من الطلوع. يعني مشاكلنا في الرقبه تبدا تشخصها في نزول السلم مش في طلوعه. برغم ان الطلوع انت شايل حمل جسم، بس العضله بقوتها تقدر تقاومك. تحت بقى انت بتنزل على بدايه اطراف الاصابع على مشط الرجل، لان هو التاثر في الحبل الشوكي كمان بيراميدال ليجن. بيراميدال مسؤول ديستال موفمنت، يعني الحركه البعيدة عن الحركه البروكسيمال بالظبط. فالبي بروكسيمال تتاثر متاخره عن الديستال، هي كده. فبالتالي العضلات مثلا بتاعت الكتف تتاثر بعد العضلات بتاعت الايدين. بيراميدال ليجن ناس كتير يجونا يقول لك ايه ده شغله طبيعته ان هو بيشتغل في بنك، ومعظم الناس اللي بيبقوا في البنك او اعمالهم كتابيه او موظفين او بتاع قعدته كتيره تانيه الرقبه، فالرقبه بتتاثر. يجي بقى في امضه او فورمه امضه معينه توقف له شغله كله. يعني بتروح تترفض. بترجع تاني تترفض. يعني كان عندي حد والله جاي لي يقول لي مع الباركنسونيزم. يقول لي دي شهاده بس للرعش. مرضيه تؤكد ان انا دي امضتي، لان انا ايديا ما عادش بعرف امضي بيها. هو عايز ده عشان يثبت، لان تخيل بقى واحد كان بيصرف معاش وكل ما يروح يصرفه يلاقي ايديه ما بتجيش. لا مش هيفتح لك والصراف مش هيصرف لك. لان دي مش امضتك. اثبت بقى ان حضرتك هو نفس البني ادم ودي نفس الامضه وبتاع. موضوع صعب جدا. لكن هي كل حاجه لها حلول. يعني كل حاجه لها حلول. احنا بنقول الرقبه ما بتصبرش كتير الحقيقه، الظهر بيصبر شويه لكن مش مفروض ان انا اصبر عليه. يعني لو عندي حل ما انا اروح احله، والحلول بقت متاحه وافيلبل، والتقدم التكنولوجي بقى موجود. بلاش نسمع للكلام اللي هو الخايب بتاع لا 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 اوعك تعمل عمليه، اصل اللي بيعملوا عمليه بتشله. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كده. بس في حالات ساعات تكون عنيفه من ناحيه ان هي مش خلط ولا حد عمل حاجه، ورم. واضح. الورم فيه. ورم في المنطقه دي. ايوه. احنا من كام يوم كده في جانا مريض، والمريض ده قعد لف الدنيا وكل اللي عامله اشعه مقطعيه. وكل ما يروح للدكتور يقول له اعمل رنين، يقول لا انا بخاف من الرنين، اصل الرنين مقفول وبخاف ده التابوت وبدخله. لا خلاص. ووصل لمرحله ان ايديه بدات تترعش وما عادش بيقدر يمسك الحاجه، وهو حد يعني شغال في وظيفه مهمه يعني. بس هو عنده فوبيا من الاماكن المغلقه. الحقيقه لما شفته قلت له بص الاشعه بتاعتك دي انا مش مقتنع بيها مع الاعراض اللي موجوده. كل ما يروح لحد يقول له بص في خشونه فق الرابعة والخامسة وفي غضروف مش عارف ايه، ما تعملش الاعراض دي. اصريت اني اعمل لي رنين مغناطيسي. عملنا رنين مغناطيسي طلع ان في ورم على الحبل الشوكي. قد كده. ورم على الحبل الشوكي. ما مش كل جراحاتنا في العمود الفقري
هي غضاريف بس. جبنا بقى فتحنا كده ده في العمليه جوه العمليه. شوف الورم اللي هو على اليمين هتلاقي كتله لحميه كده، ها شايف الكتله دي؟ ده الورم، ده نوع من الاورام الحميده الحقيقه، وكان خارج الحبل الشوكي، وده بيطلع من الاغشيه المحيطه اللي هي حوالين الحبل الشوكي. جليوما يعني زي جليوما؟ لا ده مننجيوما. مننجيوما ده مننجيوما. ده مننجيوما اللي هي الفايبر بلاستيك الجميله اللطيف. اللي هي اللي بيسموه ورم ليفي. واخد بالك حميد بس حميد جدا. هي مشكلته في مكانه انه اللي تحت هتشوف دلوقتي، هتبص هتلاقي الحبل الشوكي وفي نبض كده حوالينا، بنبدا نسلك ساعات ما بنعرفش نسلكه قوي، نقوم جايين شايلين الاغشيه اللي هي بره، هي ملهاش قيمه كتير قوي، لان انا عندي النهارده بقت اغشيه صناعيه ممكن اعوضها والحمها بيها. اول خطوه مهمه جدا عندنا هنا هو احنا حددنا مكان الورم وفتحنا وشلناه خلاص. الحته اللي هو لازق فيها كده بتبقى عامله زي كيس البلاستيك كده، حته صغيره القاعده دي بتاعته، القاعده دي هي اللي بياخد منها الدم وبتغذيه. لازم في البدايه اول خطوه ان احنا نكوي الدم ده، واخد بال حضرتك؟ نكوي اللي هو الشريان الداخلي بجهاز البايبولر او بجهاز ليزر او ايفر. خلاص انا قفلت الدم، الموضوع بقى فيري ايزي ان انا اقدر اشيل من غير ما نقعد بقى نخرخر دم كتير وندخل في متاهه. يتشال الورم اهو وبنسلك من تحتيه الحبل الشوكي، يبان الحبل الشوكي وهتشوف تحتيه الاوعيه الدمويه المغذيه. احنا كده خلاص خالص اهو، شايف؟ خلصناه، شكرا الحمد لله. طلع الحبل الشوكي بقى اللي هو الابيض اللي تحت ده، هنشوفه حالا اهو، وحافظنا على الدوره الدمويه بتاعته. ادي الورم خلاص، شكرا، طلع الورم. اللي فاضل ده الحبل الشوكي. هتلاقي شايف الشعيرات الدمويه اللي على الحبل الشوكي دي؟ دي مهم جدا ان احنا نحافظ عليها. ليه بقى؟ لان دي لو احنا قفلناها او حرقناها هيحصل دمور في المنطقه دي، لان هنا الشرايين دايما شرايين نهائيه، يعني هي اخر حاجه في فرع بتاع الشريان نفسه. الورم بيتشال، ودي جراحه بتتعمل بالميكروسكوب الجراحي، عمليه بتستغرق حوالي ساعتين لثلاث ساعات زمن. المريض اللي كان داخل وعنده شلل رباعي بقى ايدين ورجلين، خارج بيتحرك وماشي على رجله، الموضوع ما يخوفش، ما شاء الله. هو ده الامل يعني، هو ده الكلام المظبوط جدا. لكن هنقعد نقول اوعك تعمل عمليه، اصل عمليه بتشل. يا باشا احنا بنعمل عمليه عشان ما تتشلش، يعني هي دي الفكر. لكن هل كل العمليات لازم تديني النتيجه 100%؟ دي بقى المنظر بتاع الورم اهون، ده رسم توضيح بقى علشان نقول ايه اللي عملناه. الورم اهون حددناه، نبدا بقى شوف كميه الاعصاب اللي حواليه، نبدا نسلكه كده من فوق. وفي بقى اجهزه حديثه جدا، ده زي الليزر كده، جهاز كي للورم عشان اوقف كل الدم المغذي والداخل للورم. شلناه خلاص، الموضوع خلص بقى. طالما الدم ان انت شلته، شايف الليزر الشعبي بيبقى ماشي كده كده كده، يبدا يكشش الورم، يصغره، الحجم بتاعه بيبقى قد العنبه كده في الاول، يبدا يصغر يبقى قد الزبيبه كده في الاخر. طيب اقدر اشيله؟ اقدر اشيله طبعا بدون ما اشد، اصل ما انا سهل قوي ان انا اشيله بنفس الحجم ده من البدايه، بس ده هيعور الحبل الشوكي. يعني هنا الحبل الشوكي طبعا الكرتون يشرحه يعني، يوريك انا بوريك إيه؟ بالظبط بقى، انت هنا في عندك حاجات خطيره جدا ولازم تحافظ عليها. ما حتى ينفعش. الكرتون شوف بيتحرك بالراحه، شايف الاعصاب قد ايه اللي حواليه وكلها زي الخيوط الرفيعه كده. ده بدايه مخارج العصب، العصب مش طالع بس كابل كده، لا ده في فايبرز جوه هي اللي بتبدا خروجها من الحبل الشوكي. فكل واحد من دول لو انا اصابته وانا شغال هيطلع عنده مشكله، ضعف في ايد او في رجل او في حاجه. القصد ان احنا في الاخر نقول ايه؟ الكلام ده كلام علمي بحت مليون في الميه. اللي عايز يحل المشكله صح هتتحل، هيدور على الحلول. ما عندناش نسب حاجه اسمها 100%، ما حدش قال كده ابدا. واللي يقول الكلام ده يبقى حقيقي مش علمي او مفيد. كلام مش مظبوط يعني. كلام مش صح يعني. لكن احنا بنتكلم في نسب. وبعدين هو انت حضرتك لما تبقى نسبه نجاحك من 85 ل 90% وتصل الى 100%، تقول لا واسيب نفسي كده وافضل بالالم والعذاب ومش هسكت بقى خلاص؟ لا ده انا بفضل اشتكي واكرر، واقول لك ده انا رحت ل 50 دكتور، ويطلع لك بقى الكيس الاسود بالمعبي الاشعاعات انت عارفها، 50 اشعه. انا رحت وانا ببطل لفه، بس انت ملوثين قوي الحاجات جدا جدا. ده انا بستهلك كميه كحول الايام دي، مش عايز اقول لك لتر كحول كل يوم بسبب غير كورونا ولا حاجه. ده حاجات والله ما ينفعش يا جماعه تجيبوا اشعه بقى لها ست سنين. الاشعات دي جايه معاها كورونا بقى، يعني هي دي الظرف ده جايه معاها كورونا بتاعته اسوء من كورونا. ده ساعات والله بنطلع منها حاجات ثانيه، صراصير وحاجات. بس طبعا بطبيعه الحال بنقول ايه؟
انت لفيت وسمعت نصيحه الاطباء ها انت ما سمعتهاش، ويقول لك طب ما انا دكاتره قالوا لي العمليه خطر. ايوه ما انا بقول لك العمليه خطر، انا بقول لك مش خطر، ولكن هي العمليه هتمنعك من خطر اكبر. الكارثه الكبرى والطبه الكبرى ان يسيب اراء 5-6 اساتذه متخصصين ويمسك في اراء حد مش متخصص. يا دكتور مثلا علاج طبيعي يقول له لا اوعك تعمل عمليه، ها دكتور باطني انت مش جراح ومش على درايه بابعاد المشكله لانك لا شفت اشعاعاتها ولا تعرف. بس هو بيسالك انت كاستاذ باطنه يجي لك والله يا باشا انا ضهري بيوجعني اروح اعمل عمليه، تقول لا بلاش عمليه. طب ما انا بقول بلاش عمليه، هو انت شفت اشعاعات وعرفت ان ده بقى درجه ثالثه درجه رابعه، حصل ضمور في العصب ولا هيحصل والبول هيسيب وهيجي له سقوط في القدم ولا ايديها هتتحرك ويحصل له ضمور؟ ما انت ما عندكش كل الصوره كامله عشان تاخد القرار صح. يمسك الكلمه العامه اللي بتتقال بلاش عمليه، كلنا بنقول بلاش عمليه لكن بنكملها بنقول الا اذا لو في هتحصل مضاعفات جايه او اوريدي بدات تحصل المضاعفات. بقى لما تجي لي وبدا البول يسيب منك مستني ايه؟ لما بدا يحصل سقوط في القدم او الحركه خلاص مستني ايه؟ لما بدات تدخل تعديت الجدول والحاجات المخدره والحاجات الممنوعه وبتموت من ألمك مستني ايه؟ ما هو ايه اللي بعد ده؟ القرار كلمة تحتاج الى تعليم جيل بحاله. يعني ايه كلمة قرار؟ قرار في معنى القرار، في من يتخذ القرار، من يسأل عن القرار، توقيت القرار. الفرق الكبير جدا بين ان انا اقول انا قررت او انا توكلت او تواكلت. يعني فروق كبيرة جدا بين التوكل والتواكل، بين الجهة اللي أنا رحت لها صح عشان أخبط على بابها صح وأسأل عن القرار الصح في التوقيت الصح للشخص الصح. القرار موضوع مش سهل، موضوع صعب جدا إذا كانت النقاط دي مش واضحة في عقول الناس. ويبقى سهل جدا لو أنا مبني في دماغي ثقافة متكاملة عن القرار، من يتخذه، متى يتخذه، فرق الكبير بين التوكل والتوكل. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، نورت كالعادة. أشكرك الناس كده. الحلوة وأبدعت كالعادة، وزي ما قلت هذه سلسلة مهمة جدا ينبغي أن تذاكر وأن تفهم بشكل متكامل، سواء في الفقرات العنقية في حوارنا اليوم أو في فقرات القطنية في حوار سابق. لكن يبقى العمود الفقري، الكلمة المهمة عنه أنه ليس كما تتصورون أنه قوي للغاية، فالإنسان خلق ضعيف، هذه حقيقة طبية بحتة. اللي يصدقها يصدقها، واللي مش هيصدقها هيجي الوقت للأسف أنه في يوم هيصدقها، بس الوقت ده يوما لا ينفع الندم. ندم هنا هيبقى فيه معاه مصاحبات كتيرة جدا، ألم ومعاناة وكثير من الأشياء اللي ما تمنهاش لأي حد قريب أو بعيد. خليكم على سلامة.